الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام. القسم الأول الحركة الواجبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه. هذه حركة واجبة. هناك حركة مستحبة، والإنسان إذا كان يصلي ووجد فرجة في الصف الذي أمامه أو وجد فرجة عن يمينه أو عن يساره، فيستحب له أن يتحرك ليسد هذه الفرجة، فهذه حركة مستحبة. هناك حركة مباحة وهي لتكون لحاجة، والنبي كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي أحيانا، فإذا أراد أن يركع ركع وضعها ثم ركع ورفع ثم سجد، فإذا قام للركعة الثانية حملها مرة ثانية، فهذه حركة مباحة والتي تسمى حركة لحاجة. ومنها فتح النبي الباب لعائشة، فلما جاءت عائشة وهو يصلي طرقت الباب، رجع خطوة فتح الباب وأكمل صلاة ولم يتخلف عن القبلة ولم يتحرك عنها صلى الله عليه وسلم. وهناك حركة مكروهة وهي التي تكون لغير حاجة، عبث، المكروهة إذا كثرت هذه تصير حركة محرمة وقد تبطل الصلاة من كثرة انشغاله وحركته، لا يدري هل هو يصلي أو لا يصلي.